خلونا نتعرف على مراحل الحب أو درجات الحب في اللغة العربية بحسب الترتيب. إذا مشغول حطها بالمفضل ورجع لها بوقت تاني ضروري. أولا الهوى، والتي من خلالها تميل النفوس إلى الشهوة. ثانيا الصبوة، وهي المرحلة التي تكون حافلة بالغزل بين الرجل والمرأة. ثالثا الشغف، وهي بداية الحب، وهي المرحلة التي يلمس فيها الحب القلب. رابعا الوجد، هنا العاشق لا يمكنه التوقف عن التفكير بالآخر. خامسا الكلف، وهي الوصول إلى درجات عالية من التعلق بالآخر. سادسا العشق، وهي المرحلة التي توصف بالحب الأعمى. سابعا النجوى، يكون الحب شديدا لدرجة الحزن، يحتاج الشخص للحبيب بطريقة تشعره بالألم. ثامنا الشوق، وهنا العاشق يتعلق بشدة بالآخر ويجد نفسه إليه. تاسعا الوصب، وهنا العاشق يشعر بالمرض من شدة الحب. عاشرا الاستكانة، وهنا العاشق لا يمانع التضحية بكل شيء والقيام بكل ما عليه القيام به من أجل الآخر. الحادي عشر الود، وهي المرحلة ما بعد الخضوع، بحيث تتبلور المشاعر الرقيقة والصافية تجاه الآخر. الثانية عشر الخلة، وهي المحبة التي تخللت القلب فصارت خلاله أي في باطنه. الثالث عشر الغرام، وهو التعلق الذي لا يستطاع التخلص منه. وأخيرا الهيام، وهو أعلى درجات الحب وأكثرها اكتمالا. فكر فيه. سلام.